قال مدير قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان دكتور حسام أبو صفية في تصريح للعربي إن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى قسم الأطفال قبل 4 أيام بعد حصار المستشفى 7 أيام. وأشار أبو صفية إلى المدنيين النازحين في المستشفى بأنهم تعرضوا لانتهاكات من قوات الاحتلال، وأضاف أن هذه القوات حققت مع الطاقم الطبي في المستشفى واعتقلت عددا من أفراده. طبعا مستشفى كمال عدوان كان هو المستشفى الاخير اللي كان يقدم خدمه الحضانه والاطفال والعنايه المركزه. في الوضع الحالي في ظل الاعتداء النازي المجرم على مستشفى كمال عدوان، تم تحييد المستشفى بشكل كامل، تم قصف محطه الاكسجين وتجريفها بشكل كامل، تم قصف المولدات بشكل كامل، لم يعد لنا لا كهرباء ولا ماء، حتى بئر المي تم تعطيله بشكل كامل.